نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تغريدة غامضة عبر حسابها على تويتر، وقالت خلالها: مش أنا الغلطانة إني أمنت لك، أنت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة. وقالت هيفاء في نفس التغريدة: تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السماء والأرض، تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم، وع قلبي مثل العسل لأن هيدا شغلي. تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا على الجاهز من مجهود مرة، خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربك؟ مش انا الغلطانة اني امنت لك، انت الغلطان لانك مش قد شرف الامانة. وكذلك نشرت عبر ستوري على انستغرام: وقال الله وقال الرسول، وانت اكبر نصاب بمصر، بيني وبينك القضاء. هيفاء تقصد مين؟